بس يكون ادمن يتعب قاعد يقعد ويشكل الصوره واحد اربع شهور بس نزل هون وهيدا بيتاكل مشوي ولا مقلي ولا مقلي مشوي حي الله شوي علي كله الحمد لله وصل صباحك يا حبيبي وائل هلا قلت حضرتك الوالد احمد بركات ورث الشغل عن جدك عن جدك هل انت عم تحضر حالك لتستلم بعد وارد بعد عم بتحبها للشغلة ها؟ طبعا هلا هيدي اللحمة السجق والمقاني بتنعمل من لحمة الغنم ولا من لحمة البقر؟ عجل 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 ها؟ ومين زباينكم اكثر شيء اهل صيدا ولا المطاعم وال في اهل صيدا في اللي بيقضي في اهل شنون اهل شحين كله بيجي بيقصدوك لهون على المحل طبعا لك هي عن ايام بيي من 100 سنة بس نحن قلنا شي 40 سنة بنشتغل اها وبس تشتغلوا سجق ومقاني ايوه هاي شهرتكم لا كنا نبيع يا عم ننزل غنم ننزل كل شيء بس من قوي من ايام الاوادم عملوا لعبة الكورونا وما الكورونا ايه عارف عم بتسجل عادة ما بقلناش خربوا بيوت الناس ها خربوا بيوت الناس ما عاد فيك شو لمين بدك تنزل لحن قول ثاني لكن قلت لي من 100 سنه الوالد كان يشتغل جدك كان يشتغل باللحمه مش جد بيا وجد كان اثنان تسهلوا ونحن عم نتسهل طب هلا عم تحضر حدا من اولادك ليستلم عم تحضر حدا من اولادك؟ تعلمتهم الحمد لله جمعان ما بدهم يشتغلوا هالشغله؟ لا ليه؟ عم يشتغلوا هالشغله اه اوكي احسن موظفهم اولاد دوله ايه ما يطلع لهم شيء وهيدا بيتاكل مشوي ولا مقلي ولا مقلي مشوي حي الله شوي علي كله الحمد لله وصل هلا هولي برا كانوا عم بيتعبوا بال ينعملوا بال شو بسموه دخلك؟ بالمصران وهلا بتعقدهم هون ما هيك؟ ايوه بعدين بيتعلقوا ليتنشفوا فتره ما هيك لتنزل منهم المي حلو حلو وقد ايه صار كيلو السجق هلا او المعاني؟ 400 اه ما يدفع اكثر شو عم تعمل سجق ولا مقاني؟ اه مقاني انتو هون الملحمة بتبيعوا بس سجق ومقاني بس سجق ومقاني حلو شو اسم المحل؟ ملحمة أبو علاء بركات ملحمة أبو علاء بركات بركات ما بدي أعلمك عليها اوكي بتجيبوا اللحمة بتفرموها نفرمها نظبطها تحطوا لها البهاراتها بهار العين بهار سجق ام هنا وكذا واي انسان بده خلطه بعلمه عليها الدنيا ما خلقت لا لالي ولا لالك خلقت لكل البشر اليوم احنا انبسطنا فيه بس اشرح لي نهارك كيف ببلش بتروح على المسلخ 3 الصبح هاي 3 الصبح شو بتعمل هونيك العاده بنسلم لحم للحانه اوكي احنا بنذبح يعني حسابنا اها وبنسلم للحانه وانت امتى بتجي لهون على المحل على السبعة اي شو بتعمل بتفرم اللحمه نفرم. بتحضرها نفرم هنا سجق بنحضر في محلات تانية مثلا اللي عند اخواتي بينزلوا عليهم ببيعوا اجل وغنم وكذا بس انا هون متكل على المقانة والسجق اي شو بيطلع عنا زوايد من اللحم كذا بشين بيت نفرمه حلو سجق هيدي خالصه مخلصه ما هيك ما بده الا وائل يعبيها ايوه بالمصران ايوه اوكي على احمد صباحك يا حبيبي شو ابو علي عم تعلقهم هلا قد ايه بتعلقهم
اليوم وبكره. ايه لحتى تروح المي منه نهائيا. ايه. ها اليوم هذا بيتعلق هلا تقريبا بده يضل بالهواء شي 4 ساعات لين. اها بعدين بيحط بالبرادات هلا بس ينشف بصير زي هيك بصير ناشف. اوكي هو اللي مهم هو السجل اذا منه ناشف بيفرط بالاله. اها اوكي حطه بالوزن احسن للاسبوع. حلو بيفرط لانه بتروح المي منه 100% حلو. ان شاء الله لان هاي المحلة له نحن كلنا مسهلين هلا بعد شوي بعد سنة بعد 20 سنة وهيدا جوا صورة الوالد. ها الله يرحمه صورة الوالد صورها كمان. اها ولبقوا العقاب ايوه.